بكم في نشرة السادسة مساء من قناة نادي الأهلي وإلى العناوين. محمود طاهر ينفي إقامة دعوى قضائية ضد اللجنة الأولمبية. والبدري الأهلي يملك فرصة تأهل في مباراة العودة أمام الترجي. عبد الحفيظ الأهلي يملك تاريخا جيدا في تونس وقادر على التأهل. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. أكد المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي أنه لم يرفع أي دعوى قضائية أمام مجلس الدولة أو القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 62 للجنة الأولمبية المصرية بشأن اللائحة الاسترشادية وتطبيقها على النادي الأهلي. وقال طاهر أنه لم يقم بتوكيل أي محامين بخصوص هذا الشأن، فأن كل ما نشر عن هذه الدعوى القضائية غير صحيح شكلا وموضوعا، وكانت بعض المواقع قد نشرت قيام أحد المحامين وكيلا عن المهندس محمود طاهر وآخرين من أعضاء النادي برفع دعوى قضائية أمس السبت أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ قرار اللجنة الأولمبية. شدد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أن فريقه يملك فرصة التأهل خلال مباراة العودة في تونس، معبرا عن ثقته الكاملة في اللاعبين على تقديم أداء جيد خلال مباراة السبت المقبل. وأتمنى البدري ألا يتم وضع ضغط زائد على لاعبي الأهلي قبل مباراة العودة في تونس، خاصة وأن الفريق ما زال يملك فرصة للتعويض. وأشار البدري إلى أن المباراة المقبلة تحتاج إلى هدوء وأن يلعب الأهلي بطريقة متوازنة بين الدفاع والهجوم. أكد أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن فريقه سيسعى بكل قوة للفوز على الترجي بملعب رادس السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تعادل الفريقين أمس بهدفين. وقال أيوب أنه لا بديل عن الفوز في ملعب رادس والصعود لنصف النهائي بالبطولة الأفريقية، مؤكدا أن فريقه وبشكل عام قدم مباراة جيدة للغاية ولم يحالفه التوفيق في بعض الفرص التي أتيحت له، مطالبا اللاعبين بنسيان ما حدث والتركيز فيما هو قادم. وشدد أيوب على أن المهاجم المغربي وليد أزارو أجاد في اللقاء ونجح في الحصول فريقه على ركلة جزاء، موضحا أن مستواه مع الأهلي سيتطور. أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أن الأهلي يملك تاريخا جيدا في تونس خاصة أمام الترجي والصفاقسي، والفريق الحالي لديه فرصة كبيرة للتعويض في مباراة السبت المقبل أمام الترجي بعد التعادل 2-2 في برج العرب أمس. وطلب مدير الكرة بالأهلي الاتحاد الأفريقي بفرض رقابة تحكيمية على المباريات والتي تجمع أندية كبرى مثل الأهلي والترجي، مشيرا إلى أن الكاف عليه التدقيق في اختيار من يدير المباريات الكبيرة في دوري أبطال أفريقيا.
وتعجب عبد الحفيظ عن حالات التسلل الغريبة والتي احتسبت في المباراة، وكان أبرزها على وليد أزارو قبل نهاية المباراة بدقائق. أكد حسام البدري المدير الفني للأهلي أن التعادل أمام الترجي جاء بسبب بعض الأخطاء خاصة من حكم اللقاء، وأن الأهلي قادر على التعويض في لقاء الإياب. في المقابل قال فوزي البنزرتي المدير الفني للترجي التونسي أن فريقه لم يضمن التأهل بعد إلى الدوري نصف النهائي، وأن الأهلي فريق كبير وله تاريخ جيد في تونس. نتابع في التقرير التالي أبرز ردود الأفعال بعد مباراة الأهلي والترجي. أكيد طبعا أداء المباراة النهاردة النتيجة مش مرتبطة بالأداء، لان طبعا احنا كنا افضل النهارده بكثير، وشوفنا يمكن فريق الترجي النهارده احنا متعادلين 2-2، لكن ما فيش فرص واضحه ليهم، لكن اكيد في عدم توفيق في الاخطاء اللي حصلت النهارده، سواء في الهدف الاولاني برضو في عدم التمركز الجيد والرقابه، والهدف الثاني نتج عنه ان النتيجه تطلع بالشكل ده. وعلى الجانب الاخر طبعا للاسف ما كنتش عاوز اتكلم على التحكيم، يعني مش عاوز اقول التحكيم للاسف برضو التحكيم النهارده وكلكم شفتوا برضو واضح، واحنا سالنا بعد ما طلعنا طبعا على الاخطاء اللي حصلت في التحكيم النهارده، الكور اللي اتحسبت علينا اوفسايد، ضربه الجزاء بتاعت وليد ازارو اللي ما اتحسبتش برضو في الشوط الثاني، اكيد طبعا كانت هتبقى مؤثره برضو في النتيجه. لكن يمكن انا في المؤتمر امبارح اكدت ان المباراه مش هتنتهي هنا، ونهايتها هتبقى في رادس، لسه عندنا فرصه، وده اللي اكدته اللعيبه، لان لعيبه النادي الاهلي النهارده كانت افضل. الشوط الثاني احنا اخطر بكتير، سببنا ضغط طبعا هجومي على فرقه الترجي، فرقه الترجي متماسكه بشكل كويس، منظمه بشكل كويس، لكن بقول ما لهاش فرص واضحه خلال المباراه الا الاخطاء اللي حصلت. لسه في طبعا مباراه ثانيه كل تركيزنا فيها ان شاء الله من بعد بكره ان شاء الله، وانا اكدت اللعيبه ان شاء الله نحن عندنا فرصه كبيره ان شاء الله في تخطي الدور ده في رادس ان شاء الله، وانا بحضر المباراه، بحضر في كل حاجه، ووارد برضو انت اتمرنا زي ما انت بتقول بشكل كبير على الكور الثابته الهجوميه بالنسبه لنا او الدفاعيه، لكن ساعات بيبقى في عدم توفيق طبعا، لكن زي ما انت بتقول بالظبط، يعني يمكن الكور النهارده الهدفين جم من ضربات ثابته، ده وارد في كره القدم. الاستراتيجيه هناك طبعا احنا متعادلين ولابد من المكسب هناك او ان شاء الله برضو التعادل، فده هيبقى طبعا تفكيرنا في المباراه ان شاء الله، وده هيبقى تحضيرنا من بعد بكره ان شاء الله. الشوط الاولاني برضو ضاعت فرص سهله جدا بانفرادات، لكن ده وارد في كره القدم، وده مش هيخليني اغير ثقتي لا خالص، يعني لا بالعكس، يعني لابد بالعكس، في ناس محتاجه ثقه، في ناس عندها ايجابيات لكن عاوزه ثقل في بعض الحاجات، ده اللي احنا يعني نوصله ده للمستقبل. لكن احنا ما بنتكلمش، احنا بنتكلم على المباراه اللي جايه، المباراه الجايه اكيد طبعا يعني هنقعد وافكر في الاستراتيجيه اللي تحقق لي النتيجه اللي انا عاوز احققها هناك، يعني هي مش اكتر من كده، والتفكير في المباراه مش هيكون اكتر من كده. يعني اول لما دخلت الاوضه اكدت اللعيبه ان احنا عندنا فرصه كبيره جدا، لان انت شفت الاداء النهارده، انت افضل، ويمكن انا زي ما احمد قال ما حبيتش اقول ان الشوط الاولاني ضاع فرص، عشان في يعني بعض اللعيبه مش عاوز احط عليهم ضغط، لان محتاجين كل اللعيبه خلال الاسبوع ده ان شاء الله يبقوا هادين جدا، ويبقى كل تفكيرنا ان شاء الله في تحقيق النتيجه الايجابيه اللي تاهلنا هناك يعني. لكن انا بقول ان سير المباراه يعني ما يتماشاش مع النتيجه اللي اتعملت النهارده، لكن ده وارد في كره القدم، يعني اتعودنا ان احنا بنتكلم بشكل عام وبشكل يعني على المجموعه كلها، يعني اتمنى انا بقول
ان اي اهداف بتيجي نتيجه اخطاء. يعني في 4 اهداف النهارده جم كلها نتيجه اخطاء، يعني فمش هنقدر نقول ان فلان خطا يعني. ونفس الكلام بالنسبه للترجي، مش هتنفع تقعد تتكلم مع اللعيبه ان انت وارد في كره القدم، لكن يجب عليك ان انت تتعامل، لان لسه في مباراه عوده، هو ده اللي بنفكر فيه وهو ده اللي هنركز فيه ان شاء الله. وانا بقول بكل ثقه لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله قادره باذن الله. وشفنا اداء النهارده، وشفنا الضغط اللي عملوه على فريق الترجي، والفرص اللي اتخلقت في الشوط الاولاني والضغط في الشوط الثاني، ان شاء الله قادرين ان احنا نعمل نتيجه ايجابيه هناك ان شاء الله، وتبقى ان شاء الله نتيجه للتاهل باذن الله. شكرا. بالنسبه لي نعرف ان الاهلي فريق كبير، فريق عريق، فريق يعني في البطولات الافريقيه عنده صولات وجولات. مهما يكون فريق الاهلي، لان سمعت الاهلي معناتها في مش في وضعيته الحاليه معناتها في احسن ما يراه، لكن بالعكس الاهلي ديما معناتها يقعد فريق، والكبير يقعد يبقى كبير. ولهذا معناتها عملنا، انا بالطبعي نلعب ونحاول باش نفرض طريقتي على اي منافس، هذه طبعي معناتها في كره القدم، ما نخليش المنافس يضغط علي اكثر من اللازم. وهذا اللي صار، وقت اللي لازمنا ندافع ندافع، وقت اللي لازمنا نهاجم نهاجموا، هاجمنا بعددها كفاف يعني كفافه عدديه. وبالنسبه للدفاع نفس الشيء معناتها في الدوري، هذا كل متدربين عليه وحاضرين فيه. نعتبر كون النتيجه عادله بين زوز فرق، الاداء كان ممتاز بين زوز فرق، فهمتني؟ والحمد لله معناتها نعتبر كون النتيجه ايجابيه بالنسبه للترجي الرياضي. ومازال شوط ثاني، شوط ثاني باش يكون صعب، ماهوش باش يكون سهل، ولو نأمن حاجة في كرة القدم لا فما صعب ولا فما سهل. يعني كيفاش اللعيبة نتاعك معناتها تكون مستعدة للمقابلة هذه. احنا قبلنا هدف على أثر غلطات معناتها التمركز نتاع لاعب أو اثنين، والهدف الثاني على أثر في الانتقال، استحوذ على المقابلة لأنه معناتها بعد 2-1 معناتها الوضعية معناتها بطبيعة الحال الأهلي ما عاد عنده ما يخسر، معناتها تقدم أكثر للهجوم. بطبيعة الحال احنا يلزمنا نكونوا مستعدين في الدفاع أكثر. فهمتني؟ وحسب رايي معناتها خلينا سكرنا جميع المنافذ الا على كره ثابته، يعني معناتها ما معقول مش فهمتني لا ما فهمتني، هذا هو فهمتني. اما في المقابله كامله معناتها المفروض الترجي معناتها خرج معناتها صعب باش تلعب ضد الاهلي، خاصه على ميدانه امام جمهوره، وجمهور معناتها بارك الله فيه كان جمهور غفير فهمتني، صعب حتى تركيز اللاعبين تصعب. لكن نعتبر كانوا اللاعبين ترجي قاموا بالواجب نتاعهم وزياده، كونه الكرة القدم يلزمها اعتدال معناتها، يعني لا في مجازفه ولا في معناتها، انا نسميه معناتها الكره صحيحه فهمتني. التغييرات نتاعنا اللاعبين اللي دخلوا اكثرهم يلعبوا اساسيين فهمتني، وكنا نجموا نخطفوا المقابله في اخر لحظات معناتها ولا على اثر التغييرات هذوما فهمتني. هو اكثرهم هجوميه، التغييرات اللي عملتهم انا اكثرهم هجوميه، ما عملناش تغييرات معناتها دفاعيه، ما زدتش واحد في الدفاع فهمتني، لعب واحد على اليمين واحد على اليسار في واحد نص ميدان معناتها، وهذيك التغييرات معناتها نعتبرها معناتها كانت ايجابيه جدا فهمتوا لا، وكنا لازموا نفوزوا معناتها في اخر لحظات المقابله. يعمل الله دليل، يعمل الله دليل، ناخذ شويه نفس وراحه وبعدين نفكر في الموضوع. اما لازمنا نلعبوا متوازنين، كلمة اللي لوج عليها التوازن في الفريق، ضروري معناتها تخلق التوازن عنده هجومي ودفاعي. وبالعادة الأخبار من جديد، يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ميرانه في 9 صباح غد الاثنين على ملعب مختار تتش بالجزيرة استعدادا لمباراة الترجي والمقرر لها السبت المقبل بملعب رادس في إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا. وكان الجهاز الفني بقيادة حسام البدري قد منح اللاعبين راحة من الميران اليوم الأحد بعد التعادل مع الترجي بهدفين لكل فريق في مباراة الذهاب والتي أقيمت أمس بملعب برج العرب. قرر
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي إقامة الملتقى التوظيفي الأول يوم الجمعة 13 أكتوبر المقبل بالصالة المغطاة بمقر النادي بالجزيرة تحت إشراف الأستاذ محمد جمال هليل عضو مجلس إدارة النادي والإدارة التنفيذية. وأكد محمد جمال هليل أن الملتقى يقام لمساعدة أعضاء النادي في عملية البحث عن الوظائف المناسبة في أكثر من 25 شركة في مختلف المجالات، وأوضح أنه سيتم قريبا الإعلان عن كيفية التسجيل والمشاركة لأعضاء النادي بالإضافة إلى إقامة ندوات في جميع أفرع النادي للتوعية بكيفية كتابة السيرة الذاتية بشكل احترافي وفعال. إلى أخبار اتحاد الكرة، حيث أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني أن الأرجنتيني هكتور كوفر المدير الفني للمنتخب سيعود من أسبانيا اليوم الأحد بعد قضاء إجازة قصيرة. ويعقد كوفر اجتماعا مع جهازه المعاون عقب العودة لمناقشة أسماء اللاعبين المحترفين والذين سيضمهم لمعسكر الفراعنة المقبل، حيث سيتم الإعلان عن قائمة المحترفين خلال 72 ساعة المقبلة. ويأتي على رأس اللاعبين والذين لم يتحدد موقفهم عمرو وردة والمحترف في الدوري اليوناني. كما يحدد كوفر الموعد النهائي لبدء المعسكر المقبل استعدادا للكونغو في برج العرب، حيث يفاضل الجهاز الفني بين يومي 1 و2 أكتوبر المقبل لبدء المعسكر. اتحاد الكرة طرح تذاكر مباراة مصر والكونغو بتصفيات المونديال يوم 3 أكتوبر المقبل في القاهرة والإسكندرية، والتي مقرر أن يحضرها 65 ألف مشجع على ملعب برج العرب. ورفض اتحاد الكرة تخفيض أسعار التذاكر لتستمر كما هي في المباراة السابقة أمام أوغندا ب 75 جنيه للدرجة الثانية الموحدة والدرجة الثالثة و 200 جنيه للدرجة الأولى. ويتصدر المنتخب المصري مجموعته برصيد 9 نقاط وبفارق نقطتين عن منتخب أوغندا صاحب المركز الثاني وأربع نقاط عن منتخب غانا صاحب المركز الثالث وثمان نقاط عن منتخب الكونغو متذيل المجموعة. أكد ثروة سويلم المدير التنفيذي باتحاد الكرة أنه لا تفكير داخل اتحاد الكرة سوى في مباراة الكونغو المقبلة في الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية والمؤهلة لنهائيات مونديال روسيا 2018 والمقرر لها 8 أكتوبر المقبل. أضاف أيضا سويلم أنه لم يعرض للمناقشة مكان أو موعد مباراة السوبر المصري، مشددا في الوقت ذاته رغبته في إقامتها في السعودية على أن تقام مباراة السوبر السعودي في مصر، خاصة بعد انتقال أكثر من لاعب مصري للعب في دوري الجمال. وشدد سويلم أن اتحاد الكرة يكثف من جهوده من أجل خروج مباراة الكونغو بنتيجة إيجابية قد تكون حاسمة في حصول مصر على بطاقة التأهل للمونديال بعد غياب دام 28 عام. نجح نادي الأسيوطي سبورت في الحصول على الموافقات الأمنية لاستضافة ملعب أسيوط لمبارياته أمام الأهلي والزمالك والإسماعيلي في بطولة الدوري الممتاز في الموسم الجديد.
من جانبه أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن الأمن قد رفض إقامة مباريات الأسيوطي مع الأهلي والزمالك والإسماعيلي على ملعب بني سويف ليتم طرح ملعب أسيوط لينال الموافقة الأمنية. أنا الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف انت وإلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى حيث تلقى النادي الأهلي إشادة كبيرة بتنظيمه بطولة الوفاء للكابتن هشام منسي للكاراتيه والتي كانت مقامة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة بمشاركة 2000 لاعب من 50 نادي على مستوى الجمهورية. وأكد الدكتور أيمن عبد الحميد رئيس اتحاد الكاراتيه أنه لم يرى مهرجانا للكاراتيه بهذا الشكل منذ فترة طويلة، وأشادت الأندية المشاركة في البطولة بالبطولة وبالجهود التي بذلها النادي الأهلي في الأعداد والتنظيم لبطولة ومهرجان هشام منسي، موجهة الشكر لمجلس إدارة النادي وجهاز الكاراتيه برئاسة الدكتور مراد عاصم. وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة السلة رجال بقيادة عامر أبو الخير إلى القاهرة بعد ختام مشاركتها في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي أقيمت بتونس. وخسر المنتخب الوطني أمام نظيره المغربي بنتيجة 66-62 في دور الثمانية من البطولة القارية. وتوج المنتخب التونسي باللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على المنتخب النيجيري بنتيجة 77-65 ليحصد اللقب الثاني في تاريخه بعد لقب عام 2011. يستعد فريق 14 سنة للكرة الطائرة بالنادي الأهلي للموسم الجديد من أجل الحفاظ على حصد البطولات كما حدث في الموسم الماضي. نتابع. والله الحمد لله احنا ابتدينا بقالنا حوالي شهرين دلوقتي استعداد. الفرق كلها بتتمرن 6 مرات في الاسبوع، يوم واحد بس راحه، والحمد لله النظام التدريبي ماشي كويس الحمد لله. وان شاء الله قبل ما يتحدد الموسم بفتره قصيره لازم بنعمل معسكر، بنطلع اسكندريه نلعب ماتشات، بنلعب في ملاعب خارجيه، بنروح القاهره، نروح اي مكان نلعب ماتشات وديه لجميع الفرق. احنا السنه اللي فاتت كسبانين جميع المراحل السنيه، بطوله القاهره وبطوله الجمهوريه، فنتمنى ان ربنا يوفقنا ان شاء الله ونحقق نفس اللي حققناه السنه اللي فاتت. استعدادنا كويس ان شاء الله ومدينا الفرصه ان احنا يعني بنتمرن تمارين كويسه، بنقعد حوالي 6 ايام في الاسبوع وبيبقى في تمارين في الوقت اللي هو الساعه 4 دوت وتمارين بالليل،
يعني استعداد كويس ان شاء الله، وربنا يسهل وبالتوفيق ودعونا بالتوفيق ان شاء الله. احنا خدنا بالفعل مباراه وديه بتاع حوالي 3 مباريات، مباراه مع اصحاب الجياد ومباراه مع المؤسسه العسكريه، وعملنا مباراه مع ال 15 هنا الولاد، ولسه في يعني في حاجه قائمه ان احنا نعمل مباراه وديه اكيد ان شاء الله. طبعا احنا انا ليا الشرف ان انا امرن في النادي الاهلي، وده شرف كبير ليا، اول موسم انضم للنادي الاهلي، وان شاء الله نحقق معاه بطوله السنه دي، بطوله القاهره، بطوله الجمهوريه، وان شاء الله ان انا اقدر اعمل جيل كويس ان هو يقدر يكمل في المراحل السنيه المتقدمه، ويبقى دعم كبير قوي للفريق الدرجه الاولى. الحمد لله شغالين كويس قوي، بندخل تاك وجيم كتير، وبنتمرن كل يوم تقريبا ما عدا يوم واحد بس في الاسبوع، وبنحاول السنه دي يعني نحقق اول قاره اول جمهوريه ككل سنه يعني، وبنبذل اقصى ما وسعنا يعني. طبعا في فرقه احنا دلوقتي الكبار، احنا صايفين كنا الصغيرين بس يعني كويسين، والفرقه هتبقى احسن برضو السنه دي، وهيبقى في منافسه عاليه ان شاء الله، ونقدم فيه حاجه كويسه، وناخد بطوله القاهره، وبعد كده ناخد بطوله الجمهوريه ان شاء الله، ان احنا نكسب طبعا وناخد اول وناخد الكاس، يعني اهم حاجه ان شاء الله. جولة في الملاعب العالمية، والبداية من إنجلترا، حيث خيم التعادل السلبي على مباراة ديربي لندن والتي جمع تشيلسي بضيفه أرسنال اليوم الأحد ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع تشيلسي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث بفارق 3 نقاط خلف مانشستر سيتي والمتصدر، مقابل 7 نقاط لأرسنال والذي يلعب ضمن صفوفه المصري محمد النني في المركز الثاني 10 نقاط. وتعادل تشيلسي للمرة الأولى هذا الموسم مقابل 3 انتصارات وهزيمة واحدة، كما تعادل أرسنال للمرة الأولى مقابل 2 انتصارين وهزيمتين. وأنهى تشيلسي المباراة ب10 لاعبين بعد طرد المدافع البرازيلي ديفيد لويز في الدقيقة 88 لتدخله بعنف مع سياد كولاسينتش. ذكرت صحيفة اكسبريس البريطانية أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى إلى تعزيز صفوف الشياطين الحمر بصفقات قوية خلال الصيف المقبل، على رأسهم البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب ليفربول. وأوضحت الصحيفة أن مورينيو يرغب في إعادة مانشستر يونايتد للهيمنة على جميع البطولات، وذلك ببناء فريق قوي يمتلك أكثر من لاعب مميز في كل مركز، ولذلك سيحاول أيضا ضم هاري كان مهاجم توتنهام، وانضم كوتينيو لصفوف ليفربول في عام 2013 قادما من إنتر ميلان الإيطالي، كما أن اللاعب جدد عقده في يناير الماضي لينتهي في عام 2022 ليحصل على أعلى راتب بين لاعبي الفريق ب 150 ألف استرليني في الأسبوع. البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب ليفربول الإنجليزي أنه كان يرغب في الانضمام لبرشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مؤكدا أنه وافق على العرض ولكن الأمور لم تنتهي كما كان يتوقع. وأضاف كوتينيو أنه كان يشعر بالحزن بعد فشل الصفقة، ولكنه الآن
لاعب في ليفربول ويرغب في تقديم موسم جيد للفريق وللمنتخب. وشدد كوتينيو على أن موافقته على عرض برشلونة لا تقلل من ليفربول، ولكنه كان عرض مناسب له ومن فريق عظيم. يسعى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي للحصول على خدمات البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني عقب نهاية الموسم الجاري. وجاء اهتمام السيتي باللاعب بناء على توصية من الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني للسيتيزنز، وانتقد ليفاندوفسكي سياسة بايرن مونشن خلال فترة الانتقالات ما يثير الشكوك حول مستقبله مع الفريق. قالت صحيفة ميرور البريطانية أن نادي برشلونة الإسباني حول اهتمامه نحو سنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي بعد إخفاقه في ضم زميله في الفريق فيليب كوتينيو. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن إدارة ليفربول ستواجه اختبارا آخر في حالة تقدم برشلونة بعرض قوي لضم جناحي سنغالي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وكان الريدز قد رفض عدة عروض من العملاق الكتالوني لضم صانع ألعابه البرازيلي كوتينيو، وتم تسجيله في قائمة الفريق في دوري الأبطال، وشارك في أولى مباريات الفريق منتصف الأسبوع أمام إشبيليا الإسباني. واجه الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب فريق برشلونة الإسباني خطر الغياب عن الملاعب لمدة شهرين بسبب الإصابة والتي لحقت به خلال مباراة فريقه أمس أمام خنافي، والتي فاز فيها البلوغرانا بهدفين مقابل هدف. وأثبتت الفحوصات التي أجريت للاعب معاناته من مشكلات عضلية قد تبعده عن فريقه لفترة قد تصل إلى 8 أسابيع. متابعة أخبار الأهلي في صحف المواقع الإلكترونية. والبداية من بوابة الأهرام، البدري قادرون على هزيمة الترجي في تونس وإكرامي لا يتحمل المسؤولية. ومن المساء الأهلي كبير وقادر على التأهل من تونس. أما من الوفد فالأهلي ينتظر سيناريو رادس في عام 2012 أمام الترجي. من المصري اليوم، الأهلي ينتظر البطاقة الدولية لباكا غدا. ومن الوطن سبورت، الأهلي يستأنف تدريباته في 9 صباح الغد. ومن الشروق ودية لتجهيز بدلاء الأهلي. من البوابة نيوز، الثلاثاء عبد الحفيظ وعدلي يطيران إلى تونس. ومن فيتو، والأهلي راحة من التدريبات استعدادا لموقعة رادس.
من يلا كورة، مدرب الأهلي إكرامي لا يتحمل تعثرنا مع الترجي ومشاركته في العودة يحددها البدري. أما من دوت مصر فالأهلي يحذر من ألاعيب الحكام في مباراة رادس. ومن يوروسبورت عربية، أحمد فتحي خامس مصري يدخل نادي الماء الأفريقي. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.